بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بطلابي الأعزاء، طلاب المرحلة الأولى في المعهد التقني المسيب التابع لجامعة الفرات الأوسط. اليوم المحاضرة الثالثة هي تكملة للمحاضرة الثانية في مادة تقنيات المختبرات الطبية والسيطرة النوعية. مثل ما تعرفون أخذنا في المحاضرة السابقة أخذنا البكتيريا وأخذنا شكل البكتيريا، تعريف البكتيريا، شنو البكتيريا، عرفنا سايز اوف بكتيريا، ايضا عرفنا كيفية كتابة الاسم العلمي للبكتيريا، واخذنا ايضا المورفولوجي ستراكشر اوف بكتيريا والمورفولوجي اوف بكتيريا. اليوم محاضرتنا تكملة للمحاضرة الثانية اللي هي فيسيولوجي اند بايولوجي اوف بكتيريال. يعني شنو؟ يعني هنا من خلال هذه المحاضرة راح نبين او راح نعرف شنو العوامل الفسيولوجي او الفيزيائيه والحيويه التي تؤثر على نمو البكتيريا البكتيريال ميتابوليزم. بكتيريال ميتابوليزم basically the properties and process of life's essentially the same in all living things. يعني شنو؟ يقول لك يعني انه الخصائص الاساسيه والاند بروسيس اوف لايف اسينتالي والعمليات العمليات الحيويه شو تكون ذا سيم ان اول ليفينج ثينجز، راح تعتبر راح تكون ضروريه واسينتالي ذا سيم، راح تكون ضروريه وين راح تكون ضروريه ان اول ليفينج ثينجز، بكل الاشياء او كل الكائنات الحيه. زين whatever size or they are plant or animals، يعني راح تكون أساسية وضرورية في كل الكائنات الحية أي كان حجمها، سواء كان نبات أو حيوان. زين، فهاي العوامل راح تأثر أو راح تكون أساسية وضرورية. If an individual organism is to survive it must be able to react to change on it environment it be able to feed respire. اي يقول يعني هنا شنو؟ يقول لك يعني الكائن الحي راح يبقى على قيد الحياة. زين، على مود يبقى على قيد الحياة لازم شنو؟ لازم يكون انه يكون شنو؟ يكون must be able، يكون قادر to react to change، انه على مود يبقى على قيد الحياة لازم يكون قادر على انه يستجيب لمن to react to change on it environment، راح يستجيب للتغيرات التغيرات اللي تأثر على البيئة، يستجيب للتغيرات اللي تأثر على البيئة. زين، okay it be able to feed respire، يعني انه يستجيب للتغيرات اللي تصير على البيئة بحيث انه يقدر انه يقادر على التغذية، على respire، على التنفس. زين، and it must be able reproduce، انه قادر ايضا على شنو؟ على reproduce، التكاثر. زين، the essential condition for growth mean growth in size and growth in number. يعني يقول الشرط الاساسي للنمو، زين، شو يكون؟ يكون انه النمو، يعني شو يقصد بالنمو؟ النمو يكون النمو بالسايز بالحجم and النمو بالعدد، النمو في الحجم والنمو بالعدد. زين، هسه هذه شلون يعني فد مقدمة عن البكتيريا الميتابوليزم. أقول لك مثلا بالامتحان أقول لك شنو العوامل الفيزيائية اللي تأثر على نمو البكتيريا، ما هي العوامل؟ physical factor influences of growth. يعني أقول لك what are the physical factor of bacterial growth، يعني ما هي العوامل الأساسية أو العوامل الفيزيائية اللي تأثر على نمو البكتيريا. إيش راح تقولي؟ راح تقولي nutrition التغذية، الانيرجي الطاقة، الاكسجين، الاوتو، التمبريتشر الحرارة، البي اتش الاسيديتي الحامضية، البرجر الضغط، الاوزموتيك برجر والضغط الاوزموزي، والمسور الرطوبة، واللايت الضوء، والراديشن الاشعاع، والى اخره من العوامل. فاذا هسه هذه العوامل what are the physical factor of bacterial growth، شنو العوامل تأثر اللي هي ذكرناهم ذولي. زين، it
العفو to obtain optimal bacterial growth، على مود أحصل على نمو بكتيري أمثل زين. It is necessary، من الضروري شنو؟ من الضروري to understand the metabolic role of nutrient. أنا على مود أحصل على نمو بكتيري أمثل، من الضروري شنو؟ من الضروري أعرف أو أفهم understand فهم the metabolic role، أفهم شنو؟ أفهم الدور الأيضي، دور الأيضي المن للنيوترينت، للمغذيات أو للعناصر الغذائية. إذن على مود أحصل على نمو بكتيري جيد أو أمثل، من الضروري أفهم الدور الأيضي للعناصر الغذائية. زين، شنو هو الميتابوليزم؟ الميتابوليزم التمثيل الغذائي شنو هو؟ In interacting a set of chemical reaction، يعني هو شنو هو؟ تفاعل، interact تفاعل، set of chemical reaction مجموعة من التفاعلات الكيميائية، أو هو تفاعل مجموعة من المواد الكيميائية. زين، and العفو of which very few occur spontaneously and most to be catalyzed by specific protein called enzyme. يعني هو شنو؟ إذا هسا أنا جيلت الميتابوليزم، شنو الميتابوليزم؟ مثلا أجيب لك تعريف الميتابوليزم، شو تقول الميتابوليزم شنو؟ هو تفاعل مجموعة من شنو؟ من المواد الكيميائية. هو تفاعل مجموعة من المواد الكيميائية. زين، هذا التفاعل ايش راح يكون؟ يكون يحدث بشكل تلقائي. زين، وشون يعني يصير هو تفاعل مجموعة من المواد الكيميائية يحدث بشكل تلقائي؟ شون أفعل هذا أو أحفزه؟ أحفزه بواسطة most to be catalyzed by specific protein، رح أحفزه بواسطة بروتينات خاصة أو بروتينات معينة. شنو هاي البروتينات؟ اللي هي الإنزيم، اللي هي الإنزيمات. إذن الميتابوليزم هو شنو؟ هو أنه تفاعل مجموعة من المواد الكيميائية، راح يصير هذا التفاعل راح يكون بشكل تلقائي ويكون يتحفز بواسطة شنو؟ بواسطة بروتينات، سبيسيفيك بروتينات معينة وبروتينات خاصة تدعى هاي البروتينات اللي هي الإنزيمز. الإنزيم زين. There are two main type of metabolism reaction، يعني أقول هنالك نوعين من تفاعلات الميتابوليزم. شنو تفاعلات الميتابوليزم؟ لازم تعرف انه تفاعلات الميتابوليزم عندنا الكاتابوليزم ورياكشن والانابوليزم رياكشن. تفاعلات الكاتابوليزم اللي هي تفاعلات الهدم او تسمى بالبريك دون اوف مولكيول، يعني كسر الجزيئات او تحطيم الجزيئات. وعندنا الانابوليزم رياكشن اللي هي تفاعلات يسموها synthesis of molecule، البناء أو تكوين الجزيئات، تكوين الجزيئات. إذن هسه هنا أريدك تعرف إنه شنو تعريف الميتابوليزم، شنو التمثيل الغذائي، زين، وشون يصير التمثيل الغذائي، زين، شنو اللي يحفزه. تعرف إنه اللي يحفز التمثيل الغذائي إنه أكو بروتينات خاصة اللي هي الإنزيم. وأقول لك شنو أنواع الميتابوليزم، شنو أنواعها. لازم تعرف إنه كاتابوليزم رياكشن والأنابوليزم رياكشن. شنو الكاتابوليزم وشنو الأنابوليزم، هاي أيضا تعرفها. The energy، زين، the energy needed to drive، the energy needed to drive the synthetic reaction come. يقول يعني شنو هنا؟ يقول الطاقة اللي أحتاجها بتفاعلات الساينثيسيز رياكشن، بتفاعلات البناء أو بالأنابوليزم رياكشن نفس الشيء. يقول الطاقة اللي أحتاجها بتفاعلات البناء مين تجيني؟ هاي الطاقة تأتي come from break down reaction، من تفاعلات التكسير أو تفاعلات الهدم، تأتي من تفاعلات الهدم. إذن الطاقة اللي أنا أحتاجها على بالبناء مين تجيني الطاقة؟ من تفاعلات الهدم. زين، and the enzyme which may number about 1000 in single cells are involved in its transfer. يقول تفاعلات الهدم شنو فائدتها أو شنو وظيفتها؟ راح يشارك إنزيم باعي هنا إنه راح يشارك، بيش راح يشارك في نقل الإنزيمات، زين،
which may number about إنه حوالي، يعني تنقل حوالي إنه الإنزيمات اللي يوصل عددها 1000 إنزيم في خلية الوحدة، إنه راح تشارك إنه بتنقل 1000 إنزيم تقريبا في الخلية الواحدة. زين، the action of enzyme on their specific substrate is often used in the identification of bacteria. يعني انه الانزيمات اللي استخدمها ايش بيها، استخدم في الانزيمات تكون هي عبارة عن مواد خاصة specific substrate، تكون مواد خاصة يعني is often اللي تستخدم بشنو، بتحديد نوع البكتيريا. Used in the identification of bacteria، يحدد لي نوع البكتيريا. زين، يعني الإنزيمات، يعني بما معنى إنه يعني كل بكتيريا تنتج في إنزيم معين أو إنزيم خاص بها. زين، فهذا إني الإنزيمات هي اللي يحدد لي نوع البكتيريا اللي تنتجها. زين، نوع البكتيريا اللي تنتج. هسه هذا المخطط اللي قبالكم يوضح انه عمليات شلون تصير عمليه الكتابوليزم، وشلون انه الكتابوليزم عمليه الهدم او الهدم انه اوكي، وانزيمات معينه انه هي راح تنطينا اي تي بي اللي هي الطاقه، وبعدين من خلال الطاقه راح تنطينا المولكيولز الجزيئات، وهذه الجزيئات راح يصير لها synthesis بناء، وهذه الفائدة البناء وانه بترجع من هذه synthesis الانزيم، يعني عملية بناء وجود انزيمات خاصة راح تصير عملية الكتابوليزم، عملية الهدم. زين، هسه عندنا النيوترانتس. النيوترانتس المغذيات، العامل الآخر من العوامل الفيزيائية اللي تأثر على نمو البكتيريا اللي هي النيوترانتس، المغذيات. المغذيات، من هذه المغذيات لازم تعرف انه عندنا الووتر، الماء، والمينرال، المعادن. الووتر، البكتيريا require، البكتيريا تحتاج الى الووتر for the growth. اذا البكتيريا راح تحتاج الى الماء على مود تنمو. درينسز مي kill most of bacteria، يعني الجفاف، درينسز الجفاف، may kill most، يعني الجفاف قد يقتل معظم أنواع البكتيريا. يوجد حوالي 80 إلى 90% من البكتيريا of bacteria dry is water. 80، المي إيش راح يشكل؟ المي يشكل حوالي 80 إلى 90% من وزن البكتيريا، من وزن البكتيريا. المينرال، لازم تعرف إنه المعادن اللي all bacteria must be supplied، يعني المعادن انه كل البكتيريا لازم تحتوي على الانorganic elementary والorganic source. الانorganic elementary، المعادن اللا عضوية او تسمى بالاملاح، اللي هي مثلا عندنا الNA صوديوم، البوتاسيوم، الكلورايد، الكوبالت، سي او سي، والنحاس، الزنك، الخرز، النحاس، الفيو، الحديد، الاف اي، الكالسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والكبريت. هذه شنو ذن العناصر اللي تكون الانورجانيك. الاورجانيك سورس، المصادر العضويه اللي هي السي، الكربون، والاكسجين، الاوتو، والهيدروجين، والنيتروجين and الانتو. زين، المصادر الاورجانيك ايضا شو تكون؟ تكون اما يكون مصدر كربون سورس او يكون نيتروجين سورس. الكربون سورس فور كربوهيدرات ميتابوليزم، العمليات التمثيل الكربوهيدراتية، والنيتروجين سورس فور بروتين اند نيوكليك ميتابوليزم، العمليات شنو؟ التمثيل النيوكليك الميتابوليزم. زين، الانرجي، من تأتي الطاقة اللي هي الانرجي؟ فروم سان لايت، من ضوء الشمس، اور كاتابوليك مولكيول، اما من ضوء الشمس او الجزيئات الكاتابوليك. الهدم، زين، واحنا وضحنا بالمخطط السابق ايضا. البكتيريا كان بي divide into group، البكتيريا اقدر اقسمها الى جروب، الى مجاميع based on the
nutritional requirement in two ways. أقدر أقسم البكتيريا إلى مجاميع اعتمادا عليا من على المغذيات إلى اثنين، أقسمها إلى اثنين. One, how they obtain their energy، إنه كيفية إنه حصل على الطاقة. والمجموعة الثانية on how they obtain carbon need، شلون أحصل على الكربون. For synthesis، بواسطة تكوين of all organic molecule، بواسطة تكوين الجزيئات الأورجانيك العضوية. إذا هسه مثل ما تعرفون هسه هذا المخطط يوضح، طبعا هذا المخطط للاطلاع لكم، انه يوضح لنا شنو المخطط، انه energy source مصدر الطاقة، اما يكون بالكيموتروفيس او الفوتوتروفيس. كيموتروفيس والفوتوتروفيس، الفوتوتروفيس اللي هو الضوء اللي هو sunlight، منين يجي من الفوتو فوتوليثوتروفيس والفوتوغرانوتروفيس. هذا المخطط طبعا لكم للاطلاع. المخططات بهذه المحاضرة كليتها للاطلاع. هسه هذا المخطط الأول اللي هو شي بيننا energy source مصدر الطاقة، والمخطط الثاني الكربون source اللي هو مصدر الكربون منين يجي، من الاوتوتروفيس والهيتروتروفيس. شنو الاوتوتروفيس شنو الهيتروتروفيس، هاي لكم أيضا للاطلاع. زين هذا المخطط أيضا للاطلاع. هسه group of bacteria according oxygen requirement، يعني أقسم البكتيريا طبقا أو حسب احتياجها لمن، احتياجها للأكسجين. زين أكو قسم من أنواع البكتيريا راح تحتاج الأكسجين بصورة ضرورية، يعني إنه ما تقدر تعيش بدون الأكسجين. وأكو قسم من البكتيريا إنه تحتاج الأكسجين بصورة يعني بين وبين، يعني شان اختيارية، يعني تقدر تعيش بظروف أكو أكسجين وظروف بدون أكسجين. وأكو نوع من أنواع البكتيريا تعيش بصورة يعني ما تقدر تعيش بالأكسجين، يعني لازم بدون أكسجين تعيش. زين فهسه هذا كلش مهم هذا طبعا الموضوع، وهذا راح أبين لكم من خلال هذه الصورة أيضا اللي أمامكم إنه أماكن اللي تعيش بها البكتيريا. زين groups of bacteria according oxygen requirement. هنا أنا يقول لك إنه البكتيريا أنا راح أقسمها حسب احتياجها للأكسجين. زين بكتيريا very inherent oxygen requirement most can fit into the one of the following categories. زين أنا راح أقسمها إلى أول شيء obligatory aerobic bacteria، يعني بكتيريا تكون هوائية إجبارية، obligatory aerobic bacteria يعني تكون هوائية إجبارية. هسه هذا التيوب اللي أمامكم اللي بالصورة اللي على اليسرى الأول واحد، إنه تلاحظ إنه نمو البكتيريا وشي يكون على السطح obligatory، يعني تكون بكتيريا تكون هوائية إجبارية. grow only in the presence of oxygen، تنمو فقط بوجود الأكسجين. هي يا نوع من البكتيريا تقول لي نوع سيدوموناس مثلا بالامتحان، شلون أجيب لك إياها بالامتحان؟ أقول لك يا بم الأوبليجاتوري إيروبيك بكتيريا، هذه البكتيريا تكون هوائية إجبارية. يا نوع أقول لك سيدوموناس لو كلوستريديام لو إيكولاي، فتقول لي سيدوموناس. أو بالعكس أقول لك يا بم أكو نوع من أنواع البكتيريا إنه تعيش بظروف تكون شنو، تكون هوائية إجبارية، يعني إلا بالهواء، يعني ما تقدر تعيش بدون أكسجين، اللي هي سيدوموناس. obligatory in aerobic bacteria، يعني بكتيريا تكون لا هوائية بس شنو إجبارية، يعني grow only in the total absence of oxygen، تنمو فقط بغياب الأكسجين، اللي هي نوع obligatory اللي هي in aerobic bacteria اللي هي كلوستريديام، يعني تنمو فقط وين، تنمو بغياب الأكسجين. هسه بهذه الصورة التيوبة الثالثة شي تبين انه البكتيريا يعني شوف بقعر التيوب تعيش يعني بعيدة عن الهواء، بعيدة عن الهواء اللي هي نوع الكلوستريديام. فاكيوليتيتيف النوع الثالث اللي هي فاكيوليتيتيف ان ايروبيك بكتيريا، اللي هو يا تيوبة اللي هو الفاكيوليتيتيف ان ايروبيك بكتيريا، يعني بكتيريا تكون لا هوائيه اختياريه، يعني تقدر تعيش بوجود الاكسجين او بدون اكسجين، اللي هي التيوب الرابع اللي هي فاكيوليتيتيف ان ايروبيك. هاي البكتيريا
can grow with or without oxygen. تقدر تنمو بوجود أكسجين أو بدون أكسجين. But usually عادة grow better in the presence of oxygen. لكن بالأغلب تعيش بوجود الأكسجين. يعني هاي البكتيريا الفاكولتيتيف هي تعيش بغياب أو وجود الأكسجين، بس بالأغلب تعيش بوجود الأكسجين اللي هي يا نوع الفاكولتيتيف. الفاكولتيتيف إن إيروبيك بكتيريا نوعها الإيكولاي. زين المايكرو إيروفيليك بكتيريا، هذه البكتيريا مايكرو إيروفيليك بكتيريا، هاي البكتيريا راح تحتاج إلى تركيز الأكسجين يكون بكمية قليلة جدا على مود تنمو. يعني تحتاج أكسجين بس بكمية كلش قليلة. require low concentration of oxygen. زين راح تحتاج إلى كمية كلش قليلة من الأكسجين على مود تنمو، تقريبا 2% to 10%، تقريبا 2% إلى 10% for growth على مود تنمو. إذن راح تحتاج 2 إلى 10% على مود تنمو. however على أي حال higher oxygen concentration التركيز العالي من الأكسجين will inhibit راح يثبط their growth راح يثبط النمو. إذن راح تحتاج كمية كلش قليلة من الأكسجين بس التركيز العالي إيش راح يسوي؟ راح يثبط النمو مالتها. and they connect grow in the total absence of oxygen. يقولوا نفس الوقت إنه ما تقدر تنمو بغياب الأكسجين. يعني شو يقول؟ يعني معناته إنه هذه البكتيريا راح تحتاج اللي هي نوع النايسيريا راح تحتاج إلى كمية كلش قليلة من الأكسجين، بس الكميات العالية ما راح تأثر عليها بس راح تضبط النمو مالتها، يعني ما راح تخليها تنمو. زين وأيضا بنفس الوقت إنه غياب الأكسجين راح ما تنمو بغياب الأكسجين، ما تقدر تنمو بغياب الأكسجين. إذن لا بكمية قليلة يعني بكمية هواية ولا بالغياب، لازم تحتاج كمية كلش قليلة اللي هي شنية نوعها النايسيريا، بكتيريا النايسيريا. هسا هذه الصورة أيضا هم صورة يعني توضيحية للصورة، هي نفسها بالصورة الأعلى. أيضا يقول لك أماكن إنه تنمو البكتيريا. زين مثل ما تلاحظوا هذه الصورة إنه باليوتيوب إنه بالأعلى ذا أماكن البكتيريا تنمو بالأعلى معناتها قريبة عن الأكسجين. زين وبالأسفل معناتها ماكو أكسجين. زين هسه الجروبس أو بكتيريا إنه أقسم البكتيريا حسب البي إتش. إحنا سجلنا أخذنا أول شيء أخذنا حسب ال حسب ال أو أخذنا حسب ال النيوتريشن مغذيات، واخذنا حسب الاكسجين، وهسه حسب البي اتش. حسب البي اتش الحموضه، يعني اكو بكتيريا تكون حامضيه، اكو تكون بكتيريا تكون متعادله، اكو بكتيريا تكون قاعديه. هسه هنا هاي كلش مهمه ايضا جروب اوف بكتيريا اكوردنج بي اتش ريكويرمنت، حسب البي اتش اللي تحتاجه. اكو انواع من البكتيريا مثلا نيتشرال بكتيريا تكون بكتيريا متعادله، الاوبتيمال البي اتش تقريبا المتعادل مثل ما تعرفون المتعادل 6.8 to 7.2. زين انه تقريبا البي اتش انه يكون من 6.8 الى 7 الى 7 اي 6.8 الى 7.2 اللي هي نوع يا نوع النوع الايكولاي. هاي شي تكون ناتشرال بكتيريا. النوع الاخر اللي هي اسيدوفيليك بكتيريا، اقول لك يعني مثلا اقول لك يابا انه اكو بكتيريا نوع من انواع البكتيريا تكون اسيدوفيليك بكتيريا تكون حامضيه، يا نوع اعطيك ايكولاي اعطيك فيبرايو اعطيك نايسيريا اعطيك لاكتوباسيلس. شو تقولي؟ تقولي لاكتوباسيلس. اذا الاسيدوفيليك بكتيريا شو تكون؟ تكون اللي هي لاكتوباسيلس اللي بي اتش مالتها 0.22 يعني من 0.2 الى 2 البي اتش مالتها، هاي تكون حامضيه. البازوفيليك بكتيريا البكتيريا القاعدية اللي يكون البي اتش مالتها 8.9 الى 9 اللي هي نوع الفيبرايو. اذا هنا انه قسمت البكتيريا حسب البي اتش. زين طبعا هذني كلش مهمات انه حسب التمبريتشر حسب البي اتش حسب الاكسجين، ذني لازم تعرف لي كل وحده وتقسيماتها. هسه جروب اوف بكتيريا اكوردنج تمبريتشر ريكويرمنت، اقسم البكتيريا حسب التمبريتشر حسب الحراره حسب درجه الحراره. زين هنا الى انه ايش راح اقسمها؟ الى ثرموفيليك بكتيريا والى ميزوفيليك بكتيريا وفيسكوفيليك بكتيريا. شنو خلي اجي
كل وحدة شرحها بالتفصيل. الثرموفيليك بكتيريا يعني انه بكتيريا تعيش بدرجة حرارة تقريبا 55 الى 75 درجة سيليزية. اذا المدى مالتها الاوبتيمال تمبريتشر 55 الى 75 درجة. هيت لوفينج اوبتيمم جروث ات سم تايم ايفن هاير، بعض الاحيان تكون اعلى. يعني اكو بكتيريا تعيش بدرجة حرارة 55 الى 75، بعض الاحيان تكون اعلى من هذه الدرجة. Thermophilic bacteria are found in not العفو in hot spring. يقول إذا درجة الحرارة 55 إلى 75 أوكي تكون موجودة وين؟ بالينابيع، بالهوت سبرينج، بالينابيع الحارة. such as those in yellow Boston. إذا تعرف لي إنه لازم تعرف انه البكتيريا اكو قسم من انواع البكتيريا تعيش بدرجة حرارة 55 الى 75 درجة سيليزية. النوع الاخر اللي هي باز ميزوفيليك، ميزوفيليك بكتيريا. هاي البكتيريا ميزوفيليك تقريبا شلون الوسطية، ميدل لوفينج، بالوسط تعيش حوالي درجة حرارة 30 الى 45 درجة سيليزية. شو تكون؟ تكون هذه البكتيريا اللي هي تكون الباثوجين، اللي تكون باثوجين of a human are mesophilic as they grow best at body temperature. هاي اللي هي نوع من أنواع البكتيريا اللي تعيش بدرجة حرارة الجسم الإنسان، يعني درجة حرارة جسم الإنسان تقريبا 37، فهذه نوع من أنواع البكتيريا تعيش بدرجة حرارة 30 إلى 45 درجة. Then the optimal temperature for all medical bacteria is 37 درجة، يعني انه تعيش بدرجة حرارة جسم الانسان، في درجة حرارة جسم الانسان. اكو بعض انواع من انواع البكتيريا تكون تعيش بدرجة حرارة اقل من درجة حرارة جسم الانسان، اللي هي اسمها فيسكوفيليك بكتيريا. الفيسكوفيليك بكتيريا درجة الحرارة تقريبا 0 الى 10 سيليزية الحرارة. cold living تعيش بالأماكن الباردة. الفيسكوفيليك are commonly isolated from، يعني من يعزلوها؟ يعزلوها من الكولد ووتر، من المياه الباردة. such as the bottom of the ocean، يعني يعزلوها من القعر أو الأسفل المحيطات. many can grow well at temperature as low as 0 to 4 سيليزيوم. بعض أنواع البكتيريا تعيش بدرجة حرارة 0 إلى 4 زين belong freezing بالتجميد in the presence of salt، بالمياه المالحة تعيش بالمياه يعني بالتجميد، درجات التجميد. هسه هنا بس أريد أعرف أنه بعض أنواع البكتيريا تتقسم اعتمادا على التمبريتشر، درجة الحرارة. أكو اللي النوع الثرموفيليك أنه درجة حرارة 55 إلى 75، الميزوفيليك تعرف ل 30 إلى 45، والفيسكوفيليك اللي هي تقريبا من 0 الى 10. زين اوكي temperature condition and classification bacteria by temperature preferences. maximum temperature و optimum temperature و minimum temperature. الماكسيمم اللي درجة الحرارة العالية اللي هي شنو؟ is the temperature above which bacteria will cases to develop. زين اللي هي انواع يعني الماكسيمم درجات الحراره اللي فوق درجه ال 5 يعني 45 الى 75 تقريبا. الاوبتيمم الدرجه اللي تكون شنو؟ تكون درجه الاوبتيمم از ذا تمبريتشر ات ويتش بكتيريا ديفلوب بيست. اف تمبريتشر از انكريزد اباف ذا ماكسيمم بكتيريا ار كوكلي كيلد باي هيت. يقول بعض أنواع من البكتيريا إذا تعيش بدرجة حرارة تكون أعلى من هذه الحرارة، يعني تعيش بدرجة حرارة شنو تكون؟ تكون تقريبا إحنا قلنا 55 إلى 75، فأكثر من هذه الحرارة إنه راح تعيش اللي هي بالينابيع الحارة والساخنة. زين أي ف انه تنقتل بواسطة الحرارة. زين المينيمم تمبريتشر، تمبريتشر بلو تكون الحرارة مالتها اقل،
أقل شيء. زين which bacteria will cases to develop if the temperature decreased below the maximum. Bacteria are quickly killed by heat. It takes much more heat to kill bacterial spores. يقول أكو أنواع بكتيريا إنه ما تنقتل. زين اللي تحتوي على إحنا أخذناها أيضا اللي تحتوي على السبورات. زين راح يعني اللي بيها سبورات راح تنقتل بواسطة الحرارة. مثلا شلون نقتلها؟ مثل عندنا بالجهاز الأوتوكليف مثل ما ذكرناها. group of bacteria according osmotic pressure. هنا أنا راح يقسمون البكتيريا حسب الأوزموتيك حسب الضغط الأزموزي. زين أكو بعض أنواع البكتيريا تكون هايبرتونيك وأكو بعض أنواع البكتيريا تكون هايبوتونيك. هايبرتونيك والهايبوتونيك. هسه هذه وأيضا أمامكم هذه الصورة توضح لنا الشرح بالتفصيل شنو الهايبر وشنو الهايبو. الأوزموتيك بريجر ريفير تو ذا الضغط الأوزموزي. شي يشير إلى بريجر ريكوايرد إنه الضغط راح يتطلب to prevent the flow of water by osmosis. راح يتطلب إنه المي يعني الضغط الأوزموزي للمي. الأوزموتيك بريجر الضغط الأوزموزي is proportional to the number of particle dissolved. يقول يعني الضغط الأوزموزي راح يحتاج إلى سوائل أو محاليل. زين اللي هي اللي غالبا شي تكون salt of sugar الأملاح وال يعني تكون أملاح وسكريات. زين in a certain volume of solvent أو المذيبات usually water. المذيب شي يكون غالبا اللي هو الماء. إذا when the solute concentration لما يكون تركيز المحلول in great is greater outside of the cell the solution is said to be hypertonic. يقول إذا كان المحلول تركيز المحلول بالخارج يعني عندنا هسه هذه الصورة اللي أمامكم اللي جهة اليمنى اللي هي الهايبرتونيك. شنو الهايبرتونيك؟ أي هاي جهة الهايبرتونيك وهذه الدائرة توضح لنا اللي هي الخلية. إذا كان تركيز السوليود بالخارج أكثر يعني شوف الجزيئات بالخارج تكون أكثر من الداخل أكثر من داخل الخلية فشو يسموه هايبرتونيك سوليوشن محلول يكون هايبرتونيك. إذا كان هذه الصورة إذا كان التركيز الخلايا يعني إذا تركيز العفو السوليونت داخل الخلية أكثر مما في الخارج يعني شوف هنا أكثر من الخارج فتسمى هايبرتونيك سوليوشن هايبرتونيك سوليوشن. زين وهذه الباقي انه انا بس اريدك تعرف انه شنو الهايبرتونيك وشنو الهايبوتونيك. هذا الباقي لك للاطلاع. هسه هنا أنا اقسم البكتيريا حسب شنو حسب الـ 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 الوسط اللي تنمو بيه. بكتيريا can be divided according to medium requirement to into انه البكتيريا اقسمها حسب الوسط الى fastidious and non-fastidious. يعني شنو fastidious and non-fastidious bacteria depending on the type of medium. راح اقسمها اعتمادا على نوع الميديا نوع الوسط اللي تنمو به. اذا اكو البكتيريا راح اقسمها حسب نوع الوسط اللي تنمو به الى fastidious and non-fastidious. non-fastidious bacteria عندنا مثلا بكتيريا الايكولاي ايش راح تنمو؟ راح تنمو grow in any type of media. يعني عندنا بكتيريا الايكولاي راح تنمو باي وسط باي ميديا باي وسط زرعي. زين بينما الوايل الفاستيديوس بكتيريا راح تنمو grow in certain type of media تنمو بنوع معين من البكتيريا العفو بنوع معين من الوسط. Because بسبب they need راح تحتاج إلى الأكسجين special atmosphere ومثلا يا نوع النايسيريا. يعني هسه هنا أنا أريدك تعرف إنه البكتيريا أنا أقدر أقسمها حسب نوع الوسط. أكو قسم من أنواع البكتيريا تعيش بأي وسط زرعي بأي ميديا تعيش به اللي هي يا نوع اللي هي الإيكولاي. لكن أكو نوع من أنواع البكتيريا
الفاستوديواس اللي هي مثلا بكتيريا النايسيريا. هاي النايسيريا راح تحتاج وسط زرعي خاص بيها، هذا الوسط انه تحتاج انه يحتوي على الاكسجين مثلا، زين، واحتياجات اخرى. فاذا فهنا أنا اقدر اقسمها الى فاستوديواس والنان فاستوديواس. شنو الفاستوديواس وشنو النان فاستوديواس؟ اعتمادا على نوع البكتيريا. زين، هنا ايضا اعتمادا على اللايت، الضوء، زين. لايت از نوت اسينتال تو بكتيريا، يكون الضوء يعني يكون مو كلش ضروري لنمو البكتيريا، because they do not contain chlorophyll، لأن هي ما راح تصنع أو ما راح تسوي كلوروفيل مثل النباتات and sign this is food، وما راح تنتج تكون طعام in the same نفسها، العفو in the same way as plant do. يعني البكتيريا يعني مو ضروري الضوء إلها، ليش؟ لأن هي ما راح تصنع، يعني ما عندها كلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضوئي زي مثل النباتات. light tend to kill bacteria، الضوء راح يقتل البكتيريا as it contain UV light، الالترافيت لايت، زين. chemical activating المواد الكيميائية rate that cases change in the cell protein. بس أريدك تعرف إنه البكتيريا هنا شنو، تعرف إنه البكتيريا إنه ما الضوء مو ضروري إلها، ليش؟ لأن هي ما تقوم بتصنيع البناء الضوئي، عملية التصنيع البناء الضوئي، زين. أوكي، chemical activating rhizate cases okay change in the cell protein in nature the bacteria killing effect of sunlight. يعني اكو انواع بكتيريا انه تنقتل بالضوء الشمس، play an important role especially concentrating bacteria fell does in their air. اكو بعض انواع بكتيريا انه بالهواء تتاثر، زين. It the primary reason why sunny street and light room are much poorer in bacteria than dark and stuffy places. يعني يقول بما معنى انه البكتيريا مو ضرورة الضوء لها، واكو بعض انواع بكتيريا انه تعيش بالهواء وقسم تعيش بال. There are another physical factors or essential condition requirement for growth bacteria. العوامل الأخرى اللي تأثر أيضا على النمو البكتيريا الفيزيائية اللي هي البرجر، الضغط، الراديشن، إشعاع، المستر الرطوبة، والميكانيكال، العوامل الميكانيكية and سونيكاتي. هذه كلش مهمة. substances produced by bacteria، المواد اللي تنتج بواسطة البكتيريا. أكو قسم من أنواع البكتيريا تنتج إنزيمات، أكو قسم من عدها تنتج صبغات، أكو قسم من عدها تنتج مواد سامة، أكو قسم منها تنتج أحماض، أكو قسم منها تنتج أنتيبيوتك. فهسه شنو المواد اللي تنتجها؟ عندنا staining أو pigment، الإكستراسيل أو إنتراسيل، بعض أنواع أنه تنتج لنا بيجمنت صبغات. أكو قسم إنزيمز، إنزيمات اللي هي مثلا الهيمولايسين، الكواجيليز، الأوكسيديز، زين. المادة الأخرى اللي هي التوكسين، التوكسين، الإكسوتوكسين والإندوتوكسين، والأنتيبيوتيك المضادات، والأسيدز الأحماض، زين. هذه الصور لكم للتوضيحية، زين. growth curve الأطوار النمو، لازم تعرف بالأطوار النمو growth curve. يعني أنا ما راح أدخلكم بهذه وشغلات يعني ديب عميقة، وإنما بس لازم تعرف lag phase، lag phase واللوج phase الأطوار، وstationary phase، statinary phase وديسلاين phase، زين. هذولي انه اطوار النمو البكتيريا. هذه الصورة كلش واضحة وتبين لك شنو انواع الاطوار، lag phase واللوج phase وstationary phase والديث phase، زين. بس كديب كشغلات تفصيلية تعميق عميقة ما
ما أحتاجها من عندكم. الموضوع الآخر اللي هو immunity اللي هي المناعة، هذه المناعة إن شاء الله بالمرحلة الثانية تأخذوها بالتفصيل مادة كاملة هي اسمها immunity، فما أدوخكم وما أسوي لكم المادة صعبة عليكم، فهذه المحاضرة الثانية اللي هي التكملة للمحاضرة الثانية العفو. هذه الشغلات اللي أحتاجها من عندكم واللي مطلوبة منكم، وشكرا جزيلا.